رمضان كريم. من أهم الاكتشافات اللي غيرت حياة البشرية هي الورق. صناعة الورق كان لها سبق في اختراعه من قبل المصريين القدامى تقريبا في العام 2700 قبل الميلاد، إذ كانت تصنع الأوراق من نبات البردة. ثم تلا ذلك ابتكار الصينيين للعجينة الورقية التي كانت قابلة للكتابة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها لمنع انتشار الحبر. انتقلت طرق الصينيين لصناعة الورق إلى العرب المسلمين، وطور العرب صناعة الورق وتحسنت نوعيته بظهور بعض النباتات مثل الكتان وإدخال مثلا نبات القنب إلى صناعة الورق الذي كان يتميز باللحاء القوي والطويل، بدلا من لحاء طبعا شجر التوت الذي كان مشهورا في استخدامه في ذلك الوقت. وصل الورق إلى مصر بحوالي عام 800 ميلادي، وربما كتبت هناك في القرن العاشر أقدم نسخ للقرآن الكريم في ذلك الوقت، ووصلت ذات الطريقة إلى الأندلس لاحقا. المزيد من المعلومات في التعليقات أدناه.